أكدت مراسلة قناة المملكة وقوع 50 إصابة بليغة بين صفوف المعتكفين برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي المغلف بالمطاط، فيما أكد مدير مستشفى المقاصد نقل 5 من مصابي المسجد الأقصى إلى قسم العناية الحثيثة لدى المستشفى. وكان مدير المسجد الأقصى قد أكد في وقت سابق اليوم إصابة أكثر من 300 من المعتكفين داخل الأقصى متأثرين بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. مشاهدينا، ولتفاصيل أكثر عن الأوضاع في المسجد الأقصى وفي القدس معنا مراسلة قناة المملكة تحديدا من عند باب العمود نهاد حجازي. أهلا بك نهاد. نهاد، كيف هي الأوضاع الآن؟ نعم، الآن بدأت الأوضاع بالتوتر هنا في باب العمود بعد أن مر قطعان مستوطنين ومسيرة لهم مسيرة استفزازية، وقام الشبان بمواجهتهم والوقوف لهم لمنعهم من المرور، فبدأ الجيش بضرب القنابل المسيلة للدموع وقنابل الصوت وتفرقت كل من يتواجد في المكان. كمية كبيرة من سيارات شرطة الاحتلال قدمت إلى باب العمود في محاولة لمنع زيادة التوتر هنا. طبعا حسين، قبل قليل قام الفلسطينيون المتواجدين بالأقصى بتأدية صلوات شكر لتمكنهم من منع هؤلاء المستوطنين الذين مروا قبل قليل إلى هنا من اقتحام المسجد الأقصى المبارك، لهذا تقدموا إلى باب العمود كنوع من الاستفزاز لأنهم لم يستطيعوا تأدية ما خرجوا إليه. أيضا هؤلاء المستوطنين يخرجون إلى منطقة باب الخليل في محاولة للتجمع للخروج بالمسيرة المنتظرة، وهي مسيرة ما يسمى بتوحيد القدس، والتي لا نعلم إن كان سيمنعها الاحتلال كما كان قد تحدث أم أنها تنطلق بعد عصر اليوم. إذن يعني كما ترى المشهد حسين، يعني هنا قوات الاحتلال متمركزة في المكان، قوات كبيرة أيضا قدمت إلى باب العمود، والوضع هنا لم يكن كما كان متوقع لأن الاحتلال قام بإخلاء معظم الشبان المتواجدين في منطقة باب العمود. لو بقيوا هنا لشهدنا احتكاك كبير ومواجهات شرسة بين الجانبين، لكن هم استبقوا الحدث وقاموا بإخلاء المكان من كل المقدسيين والفلسطينيين ومنعوا المعظم من دخول باب العمود، وأيضا أغلقوا باب الأسباط ومنعوا من أهم أقل من 40 عاما للدخول لأداء الصلاة. نذكر بأن أكثر من 307 إصابات، منها 7 إصابات خطرة جدا، طبعا منهم من دخل العناية المكثفة في المستشفيات داخل مدينة القدس. نعم، إذن مراسلة قناة المملكة نهاد حجازي، شكرا جزيلا لك.